صح. ومعايا يعني احد اجمل لاعبي كرة القدم في تاريخ مصر على الاطلاق، كابتن محمد بركات. طب هيبقى هنضحك بقى. كابتن بركات، دكتور ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام، وانا سعيد ان انت معايا. وتقول ايه النهارده لكابتن حسام البدري؟ والله مبدئيا بقول له الجو ساقع قوي في لندن يا كابتن حسام. الجو ساقع في مصر؟ لا في لندن. في لندن كابتن بركات في لندن. ده بيحب يديني مؤشر يعني ان هو في لندن يعني. يعني عشان ايه تاخد بالك انه لعيب مثقف ولعيب رحاله ولعيب عايز معامله خاصه يعني. طبعا جاي انمي الانجليزي بتاعي. مفيش فايده. مفيش فايده بركات، مفيش فايده في الانجليزي بتاعك بقى. شفت احبطك ازاي يا كابتن بركات؟ والله يعني انت عارف يا دكتور الواحد لما بيبقى فاضي بيحاول يطلع يعني يطلع على الثقافات المختلفه. بس عاوز اقول لك كلمه، انت كنت السنوات السابقه كانت الماني، ايه اللي حولك للانجليزي؟ كان على طول بيروح المانيا هو في اجازاته. بقى كابتن بقى مش كل حاجه المانيا 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 يعني. الراجل دعم المانيا كتير جدا. والله كان على طول حريص على موضوع المانيا. دوره اولمبيه انجلترا دي جديده دي. لا فيها سر يا دكتور. فيها سر هعرفه. كابتن حسام ايه يا كابتن من اولها فيها سر. سر صح فيها سر. شوف هو بيضحك، فيها سر اكيد. هو السر اسمه حازم الحديدي. ممكن حازم معاه. ممكن حازم صح. يبقى حازم صاحب الفكره. حازم قدامي هو والله. سلم لي عليه والنبي بركات. كابتن بركات، تقول ايه النهارده لحسام البدري؟ حسام البدري بدانا معاه الحوار النهارده وسالته عنك، فيعني قال فيك قصائد شعر وغزل، وقال الاهلي لا يمكنه الاستغناء عن بركات. والله طبعا انا طبعا كنت سعيد قوي يا دكتور لان انا قريت تصريح ده النهارده ويعني احنا عايز اقول لك ان الفتره اللي كان كابتن حسام فيها مش على قد السنه ونص اللي كان موجود فيها يعني. كابتن حسام معانا من 6 سنين 7 سنين، لان انا من اول يوم جيت النادي الاهلي كان الكابتن حسام متواجد في النادي، وكان من ضمن الناس اللي جابتني النادي ومن ضمن الناس اللي اجتمعوا معايا من اول يوم مع مستر مانويل في الاوضه. كابتن حسام احنا بيعاملنا معامله الاخوات يعني، عمرنا ما كانت حكايه مدير كوره او مدرب او الكلام دوت. ويمكن احنا زعلنا على كابتن حسام الفتره اللي مشي فيها والقرار اللي كان خده، لان انا كنت شايف من وجهه نظر ان الكابتن حسام المفروض كان يستمر اكتر من كده، انما كان في بعض الضغوطات اللي موجوده. ولكن ان شاء الله كبير قوي علينا كلاعيبه الفتره الجايه ان احنا يعني هنوقف النادي على رجله، وان احنا نوقف الكابتن حسام على رجله، وان احنا نحاول ان احنا نطلع احسن ما عندنا علشان ان شاء الله التعاون مع الكابتن حسام نعمل حاجات كويسه قوي للنادي بتاعنا ان شاء الله. وان شاء الله كل خير يعني. ان شاء الله. هتجيب ايه لكابتن حسام البدري هديه من لندن يا بركات؟ لا طبعا مش هقدر اجيب له حاجه، علشان لو جبت له حاجه دلوقتي هتتحسب وحش، هيقول لك ده جايب له حاجه عشان يلعبه. بس الحمد لله مش هجيب له حاجه. لا بعيد يعني عن اللعب، بعيد عن اللعب. لا الراجل بيقول لك هو بعيد عن اللعب. ده الراجل هو اللي بيطلب شوكولاتات ولا حاجه، بيقول لك شويه شوكولاته شويه يعني قميصين يعني اي حاجه بركات. مش ولا انا اقول لك انا هجيب له اي حاجه تضحك، علشان انت عارف اما يتعصب علينا وبتاع بقى ويتنشن وكده بقى ايه يروق شويه. طب حازم الحديدي جنبك يا كابتن بركات؟ موجود يا دكتور. ممكن اكلمه؟ عينيا يا دكتور لحظه. الو كابتن حازم، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. كابتن حسام البدري بيسلم عليك. ازيك يا حازم؟ سلم لي عليه. الحمد لله على السلامه يا كابتن حسام. الله يخليك يا حازم. تكون سنه سعيده عليك وعلى النادي الاهلي كله. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك يا حازم. كابتن حازم، كابتن حسام البدري فاجئنا كلنا وقال انه هو شديد الاحترام لكابتن حسام غالي، وانه عايز حسام غالي يعتذر لمانويل جوزيه، وانه الامور تنتهي ويبقى حسام غالي في النادي الاهلي ويبقى من اسره النادي الاهلي. تعلق على ده وتقول ايه؟ والله يا دكتور ده مش غريب على كابتن حسام. انا عارف ان كابتن حسام من ساعه ما تولى المدير الفني، انا كلمت وائل جمعه قال لي ان كابتن حسام اول ما جيت طمن عليه وكلمه في البرتغال وقال له وائل احنا عايزينك ترجع احسن من الاول وما تستعجلش وده مش غريب على كابتن حسام. وانا حاولت اوصل لحسام غالي النهارده بس تقريبا كان عندهم ماتش. فلو قدرت اوصل له دلوقتي لا يعمل مداخله والامور تبقى كويسه ان شاء الله. ده يبقى جميل يا كابتن حازم. بس المداخله يا حازم احنا المداخله عاوزينها مع مستر مانويل يعني، هو يبدا مع مستر مانويل جوزيه ويعتذر. عايزين حسام غالي مع مانويل جوزيه وحسام غالي مع حسام البدري، عايزين حسام غالي في الاهلي وعايزين حسام غالي
احد نجوم النادي الاهلي. لا يا دكتور انا هكلمه دلوقتي واحاول اوصل له واخليه يتكلم كابتن حسام. طب وتقنع بركات يا كابتن حازم بانه يجيب هديه لحسام البدري. لا ده احنا كلنا هنجيب هديه لكابتن حازم جه تاني مرنا. يعني ايه؟ الحمد لله على السلامة يا كابتن حسام. الله يخليك يا حسام. ربنا يكرمك ان شاء الله الفترة الجاية. ربنا يخليك يا حسام. طب ممكن اكلم بركات تاني يا كابتن حازم؟ اتفضل. يا دكتور. كابتن بركات قبل ما اطلب منك الهدية تاني لحسام البدري، كابتن حسام البدري في بداية الحلقة قال انه لما خد قراره بان هو يسيب النادي الاهلي كان قال ان في لاعب واحد هو اللي دخل له اوضة اللبس وقال له لا ما تمشيش وخليك، كان محمد بركات. في الاستاد اسماعيلية. في الاستاد اسماعيلية. لا طبعا انا فاكر يا دكتور الموقف دوت، واحنا كنا ساعتها يمكن خسرانين من الاسماعيلي 3-0. وانا كنت حاسس ان الكابتن حسام كان يعني زعلان ومتنرفز قوي وكان نفسه ان هو يعني يعمل نتيجه في المباراه دي بالذات احسن من كده. عايز اقول ان بصراحه وبكل امانه التصفيف في المباراه دي كان يعني يكون مننا كلعيبه، ولا كان الكابتن حسام ملوش اي دخل فيها، واحنا يعني ما نفذناش وكنا بعيد تماما عن مستوانا. انما يعني بيزعلني اصلا ان الكابتن حسام يعني يعتبر كان يعني انا شايف ان هو خد قرار متسرع قوي، وقلت له بلاش وقدامنا ساعتها انا كنت فاكر كان في حوالي يومين ثلاثه اجازه، قلت له استنى كابتن حسام ما تقولش حاجه دلوقتي ونستنى الاجازه ونرجع نجتمع والدنيا هتكون هديت وانت كمان نفسك هتكون هديت، ولكن الكابتن حسام يعني كان واخد قراره ومشي ساعتها وزعلنا بصراحه، لان طبعا انا بقول لك عشت مع الكابتن حسام، ولكن زي ما بقول لك ان احنا ما قدرناش يعني نحققه قبل كده، احنا يعني ان شاء الله هنحققه الفتره اللي جايه. ما ننساش ان احنا مع الكابتن حسام في الفتره البسيطه السنه ونص اللي كانت فيها مضيف فني، احنا جبنا بطوله الدوري وجبنا بطوله السوبر، ان شاء الله المره دي هناخد دوري وسوبر وكاس افريقيا باذن الله ان شاء الله مع الكابتن حسام، والفتره دي اللي جايه ان شاء الله تبقى احلى من اللي فاتت باذن الله. ان شاء الله يا كابتن بركات، بس يعني احنا عايزين هديه كابتن حسام من لندن. خلاص بقى نجيب الهديه ونخليها سريه. سريه ماشي. وان شاء الله يا كابتن بركات اول ما تيجي مصر تبقى معانا في الاهلي اليوم ان شاء الله، لان احنا كلنا دكتور يعني انا مش حاجه مصر دلوقتي، احنا واخدين اجازه اليوم 8 انا هرجع مصر يوم 7 بالليل. طب انتوا بتعملوا ايه دلوقتي في لندن انت وحازم؟ والله يعني احنا في فين دلوقتي؟ لا في اللحظه دي، في اللحظه دي فاللحظه دي تعتبر فتره الاستراحه اللي احنا كنا يعني نايمين فيها، انا لسه صاحي من النوم، يمكن خالد كلمني كذا مره ما ردتش عليه كنت نايم، فننزل بقى تحت بقى نتعشى وكده ونقضي بقى حسب البروجرام. يعني ناويين تروحوا ناويين تروحوا فين يا بركات؟ هننزل بقى نتعشى بقى دكتور بشيش طاووق. بالتوفيق يا كابتن بركات وسعداء بحضرتك، وكل الشكر لمحمد بركات النجم الكبير وكابتن حازم الحديدي.